يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية. في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآية. قوتي الأعزاء، فحن كجرنا بشي بركة سنين شهر الصيام والقيام، شهر العبادة وتلاوة القرآن، شهر كي بشي إلهي وبركيه هديدي إلهي أوسيي خلقه ساحي، وبشي إلهي ودي عليك دحرد إلهي أوليي مغفرة يعتقى يرحمة ينحرس يحرينتا. وعند النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفكي إلهي أجر سوبسي وكأجر سوبسان يرمين ورمي سيهي إلهي النعمة ورحل غير بشان إيهنا إتاي ركن من أركان الإسلام سوى سيدا رميسان صامة أي السوغة عيادة داس إلهي هو أجبي علي أن عادة أهين أحكام تسكله شروط أركان في مبدلات كله مفسدات كيدك إلهية دمك سفيه ريكد بيوالنافية. حديث كلا النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلى اجتنبت الخبائل. رمضان إلى رمضان كله، جمعة إلى جمعة كله، ومكفرات ودافية ولما بينهن أنت أولا حيث وسهدي لقد إرادت دمه ينبقى وين وكبائرته. إله سبحانه وتعالى مركا إذا قرآن كأكو فرنا ونبي عليه الصلاة والسلام وكل هاي كتب عليكم الصيام صوم بالله كفر دي هاي صوم كاسي مركاس إلهي وحو الرعسي إنو سن أمة محمد كفقار هاي أمدي كوري وسياسة كلاي ولغبين كما كتب على الذين من قبلكم سيادتك إذا كوري حكم كان كل الدوانانو قابل صوم كيالو كل الدوانانو لكن صوم كان قومان نورين وانا لك قوري. وفي النبي عليه الصلاة والسلام يري أفضل صيام صوم نبي الله داود صوم حاوق فضل بدن نبي الله داود صوم كيسي سيادرت هذا مركا أمة محمد كإله سبحانه وتعالى صوم كاس إنه واجب كي هاي وإلهي كواجب يجب آيات داسي أي عضين إساء كتب عليكم الصيام. يا آيات كلا يا شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وإلهي كيري فمن شهد منكم شهر فليصم وأمر أمر كاسنا أمر الوجوب ويه وفكي أن علاك صرفنا إساء أمر كاس وجوب كاو سجرين وأن جري سفر يوم وحيابه لو قعد رأيي يحيط كي نفاس كي يستجري وفك بسا حافية الغانقارة عاقلة واجب وحاكوا أدان معذورة هين من الصوم أيك واجبة صوم كاسمر كواجب كا وركن أركان الإسلام فكم إذا وحاو الصوم إساء إلهي نكوا دون صدي وركن أركان الإسلام كم إذا ويهي وحاك الله السلام عيسى إنه إلهي كوا أقبله وضدك إلهي أقبله حريه أكم من نغتي مركض عادي سيامك يسيغ هذا الطن إلهي ضدك نحدي سبسان وكو حريه أكم من نغتي وحان أقول لازم أن نكو فرحنا مدام هدية إلهي ونوسو هدية يهي مدام أو يهي دمك قاقين الله يعقبنا فيه جيرك جسدك أقنكو عاف ماضي واسعة في البدن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
caafimaad jirkana caafimaad buu u yahay soomku, dembiga dhaafid buu u yahay, darajaadka waa lagugu kordhin, ilaahay addoommankiisii saalixiinta waa lagugu qorin. Baabu rayaan albaab la yidhaahdo ee dadka saaxiibintaa kaliya ay ka galaan jannada ilaahay u sameeyey, malaa'ig gaar ah soo dhoweysa ilaahay u sameeyna. Si gaara nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsi ah ilaahay ka warinayo, ilaahay wuxuu yidhi kullu camal ibni aadam lah ila sabr fa innahu lii wa ana ajzii bih. Bani aadamku calam camalka uu samaysta kulligiis isagaa iskale, isagaa loo nisbaynaya ilaa sabr kama ahan fa innahu lii wa ana ajzii bih. Waxaa culammadu ku fasiraan ilaahay acmaasha oo dhan isagaa iskale wuxuu soomka kii sida gaara uu iskugu idaafeeyo ugu khasisay. Waxaa la yidhi bani aadamku acmaasha kaleeta dhammaantood lagayri ilaahay ku sameeyey, laakiin soomka waxaan ilaahay ahayn laguma caabudin. Sanam waxbaa loo qalay, waxbaa loo sadaqeeyey, waa loo sujuuday, laakiin ilaahay qaybtiis looma soomin. Mideeda kale soomka qofka saaimka ahi waa cibaado sida qaalibka aan la kala garan karin qofka sooma iyo qofka muhdirka furan oo ilaahay kaliya uu garan karo. Halkaa dadku waa wada soo wada fadhiyaan, qof sooman iyo qof afuran laba kala garan karo, ilaahay baa kala yaqaana. Hadduu inta luuq galo biyihiisa iska soo cabo, ilaahay khaaliqa haq baa u jeeda, cid kale tuma ogaan karto. Sidaa darteed ilaahay wuxuu yidhi abaalmarinta soomka anaala gaar ah, abaalmarin khaasa ayaan ku abaalmarinayaa buu ilaahay subxaanahu watacaala. Wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis qudsiga isagoo sii wado, asiyaamu soomku junnatun gaashaan wey, xumaantii oo dhan buu gaashaan kaaga yahay. Markaad soomto ee sooman tahay, wax badan oo aada samayn lahayd soomka daraaddiis ayaad u daynaysaa, oo ilaahay dartiis iyo soomkaaga yuu ka hadlaabinaa u samaynaysaa, u daynaysaa, amaba waaba ka cajisaysaaba, inta soo naftu waa daciifaysaaba, tabar yaraynaysaa. Asawmu junnatun faidaa kaana sawmu yawmi axadikum falaa yarfud walaa yasqab fa in saabahu axadun falyaqul innii saaimun innii saaimun. Wuxuu yidhi haddii soomkiinu ahaado, midkii soomkiinu hadduu ahaado, soomkiisu hadduu ahaado oo soomku soomo, falaa yarfud yuusan afxumaanin walaa yaskhab yuusan caytaminoo rafad iyo afxumi iyo cay yuusan samayn. Fa in saabahu axadun haddii axad caayana falyaqul ha yidhaahdo innii saaim, aniga waan soomanahay. Haddii qofku caayo isagoo sooman ha yidhaahdo innii saaim, aniga makuu jawaabaayo kula caytamayo waa sooman. Waladii nafsu muxamadin biyadihi la khuluufu fami saaimi adyabu cinda allaahi min riixi miski, buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Ilaaha aan ku dhaaranayaao nabiyullaahi muxamed naftiisu ay yadiisa ku jirtee, qofka sooman afkiisa xayaabada fuusha, soomka darti u fuushaa, adyabu cinda allaahi min riixi miski, waa cibaado raadkeed, cibaado qaali ah raadkeed weeye, asarteed weeye, asarulcibaada weeyaan, waa wax aad u qiimo badan. Sidaa darteeda ayaa imaamna shaafici wuxuu iftooday ama madhabkiisa ku qoray oo ka mid ah madhabta shaaficiyada inay karaahiye ay tahay soomka bacdi zawaal in la cadaysado, isagoo marka u cuskanaya xadiidkaas sida ay karaahiyada u tahay qofka hadduu weyso qaato inuu biyaha weyso qaadka qoyaankooda isukumaan iskaga qalajiyo, ama qabayskii cibaadada ahaay oo sunnadaha kii waajibka hadduu qabaysto inuu cibaadada isukumaan iskaga qalajiyo biyahaas qoyaankooda sida ay karaahiye u tahay oo kale, maxaa yeele waa cibaado la iska beri yaalo, qoyaankaasi intuu jirkaaga ku sugan yahay ajar baa kuu socdo. Haddii qubayskii isnadiifintahaa uu yahay iska caadada ahaa kaas iska dhaaf waa iska qalajin kartaa, laakiin haddii qubays cibaadaha u yahay sunnaa ama waajiba
in waxaa sunna aadan iska qallajin qiyaamkaasi intuu uu jirkaaga ku yaallo nabigeena calayhi salaatu wasalaam mauu aqbali jirin inuu markaa waxa weeye waxaa dhacday oo ansaxday inuu istikumaan loo keenay qabaystay inuu diiday yiri maya. Sidaa darteeda marka wuxuu yidhi waxaa la mid ah asarta cibaadada oo kasta in layska suuliyo layskala diriro waxay la mid tahay qof cibaadadii ajrigii iskala diriro. Haddii nabigu yidhi falafruuf fami saami adabu cind allahi min riix lmiski waa asar cibaado oo ajar aad iyo aada u fadli badan inaad iska zuulisaay waxay noqonayadoo raadka cibaadada la dirina markaa sidaasay karaahiye u tahay. Wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lisaa'imi farxataan xadiidka aakhirkiisa qofka soomana wuxuu leeyahay laba farxadood laba goor buu farxaa idaa afdara farixa wa idaa laqiya rabbahu farixa bisiyaan haddii uu afuro waa farxayaa soonkiisu ku faraxsan yahay ama ha ahaato galabtii maanta markuu soo soomay galabkii afurkii la gaaray waa ku faraxsan yahay ama bishii dhamarkuu taam yeelay ee afurkii la gaaray ciidda uu ku farxayaa. Labadaas goorba qofka aan qaybsaanka ee soonka ku tacadiyey uu naxayaa. Dadkii saaminta ah oo soomay cibaadadii soo guutay ee aan wax ka go-ay la arag markuu arko iyo asagoo wax u ziyaaday la arkin cuntadii cunahaya wuxuu aanay u siyaadin adduunyada aakhirana naar ka baystay waa nama murugoonaya. Markuu ilaahay la kulmana waa farxayaa qofku saan abaalmarinta ilaahay uu yidhi anaa la gaaraho abaalmarintiisa la gaar noqonayo ayuu ku farxayaa. Kaan soomina oo soomkiisa iskaga cayaarayna maalintaas isagaa waa murugoonaya. Waxaa la mid a qofka aan soomin qofka camalka xun ka ilaalin waayo ama qowlka xun ka ilaalin waayo soomkiisa dhexdiisa isagoo soomin buu la mid. Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qawla zuuri waalcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca acaamahu sharaabahu tiilata nahaari qofkii aan ka tegin hadalka xun iyo ficilka xun markuu soomayahay qofkaan iska dayin ilaahay agtiisa qiimo kama lahaa dacaamkii sharaabku uu iska daayay ilaahay agtiisa waxba qiimo kama lahay. Sidaa darteeda qofku waxaa laga rabaa inuu xumaan oo dhan ka soomo afkiisa inuu ka dhowrto wax xumaana qowlkiisa ficilkiisa inuu xumaan ka ilaaliyo maalaa yacnihi inuu iska ilaaliyo dembiga inuu iska ilaaliyo xumaan oo dhan inuu ka soomo qofkaas ayaa soomkiisu muctabar yahay abaalmarinta rabbaaniga helayo ilaahay uu qiimeynayaa ama laakiin qofkii yidhaahda cuntada keliyaan iska daynayaa waxba markaasi wax fadliyo heli maayo waajibkii ha ka dhaco haddii wax mubdila uusan la imaan oo qiyaamo maxaa u soo weysayaan la dhihin oo halkaa ha ka faa'ido laakiin darajaadkii wanaagsanaa abaalmarinta heli maayo. Sidaa darteed waxaan isku boorinaynaa gaar ahaan dhallinyarada waxaan ku boorinayaa odayaashu sida badan baa dininkaa walba oday ahaaya shahwadiisa ay nuqsaantee shahwatulbadnigii fardigii wuxuu ay nuqsaameen haddana tabartiisu ay yaraatay inuu isceliyo ama sii soomayba inuu isceliyo ama tabartaa lagu geenaysaba inuu isxakameeyo. Laakiin axadka dhallinyarada ahi wax walba u cusub yihiin shaydaanka aanu iska celin karaynin carada aan iska celin karaynin lahwga iyo cayaarta aan iska celin karaynin wax badan ayuu halis u yahay. Haddii uu qofkaasi isxakameeyo qofka waayeelka waxaan loo sheegay loo yagooyinbaa nebigu u yagoo calayhi salaatu wasalaam shaabu nashaab fii cibaadati rabbi wuxuu gelayaa qof dhallinyaraha ilaahay cibaadadiisa ku barbaara oo yaryaraanta isxakameeya oo daacada ilaahay ku dadaala oo xumaanta iska celiya nafta la diriro ka adkaada maalinta qiyaamaha hooska ilaahay toddobada harsanaysu ku jiraan ballanqaadkaas weynaa la siiyey. Haddii kalena haddee waxa uu halis ugu jiraa inuu shaydaanka adeeco inuu shaydaanka adeeco halis ugu jiraa waxaan ugu dadaaranaynaa si gaar ah darajadaas dhallinyaroy ha loo tartamo darajadaas wanaagsan iyo inaad maalinka hooska qiyaamaha harsataan ha loo tartamo maalinka bal ramadaanku un ha la isxakameeyo salaada
ومعها انت بضم واللوزن والب كذا. لكن إلهي ملك يريد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سؤال بلغك يعني نبي وحا اللي يريد بضم وحا يترين نبي الله الصلاة دينا تكنا يا دي أمه وحا منكر أنتها كاين وفي صلاة دي سورة السابعة صلاة دي ما سحضر وتي متاهي حمان تكار ريسي هذه صلاة أضوء قسلها يوم نقن جرفنا يا تكتي قلبي يا مقيني هيا ومحبا أعضا إلى علي مكة تكتي السلام عليكم في وركب ودي الله يقبل آلة تعسين هذا نار قصيدة على تمحي مركز ما لا يعني إيمان ياتي صلاة دار وقت ما أهم تي كان ريبي سي ما أنت ممكن تكار ريبي سماء صوم كأونا سيدة سوكالاتو فنظن يا مدمك فساد يضوء صغير فسادنا درجات كويل المس حنا اليرة السيجارة هو بورينا يا ولبا حلقة رمضان يا نبي عليه الصلاة والسلام وحب الشيخ إن مركا رمضان كالحرر شيطان إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وسفيدت الشياطين أي نبي عليه الصلاة والسلام هذه رمضان لماذا؟ البابية الجنة والله الفراش ديدا هو نار تنوى الله حرا شيطان كان والله سلسلة دي سلسلة دي بحرنا ولوزي سيابيا مكا علماء ذلك ليه وإبليس كيوين وحال سلسلة دي يريطه ومضى وقصة لديه سؤال بالاك يا نوال لكوشي وحاليه وهذا حديث كانت النبي بيروى الحرا شيطان رمضان كان والله خندت كي وسكدر سيها وذنبي يكدر سيها وهذا بعد فضل سمعنا يد marka waxa la yiri culimada qaar waxay yiraahdeen sheeydaanka kulligiis waa la xiray dadkan nafta ayaa tarbiyada sheeydaanka wadata sheeydaan hore u tarbiyay tarbiyada sheeydaanka wali wadata markaas xumaanta si wadataan baa sheeydaanka hadda ma wax u saliga waa laga xiray dalinyarada waxaan leeyahay ramadaanka aad bay u dhib badan yihiin saalida wali u dhibaan buuq bay ku dhibaan cayaar bay ku dhibaan marka waxa weeye in meeshii cibaado soo aadi lahaayeen way ku sheekeeyaan waa ku qayliyaan waa ku dhexdiriraan waxaan leeyahay shaydaanka hadii la idin ka xiray naftiinii shaydaanku tarbiyeeyey miyaad ka adkaan weyseen bishaas kaliya naftiina ka adkaada xakameeya ilaahayna cadaab ka kasbanayna muslimiinta cibaadaysan lahaydna ama habaarka ka kasbanayna runtii wax aad u khatara wey wax aad u khatara waxaa ka fiican إنه سن مساجد كوا إمام ومرها السوق ضائي ولو يلاس يو أي كفر كبرنا إسكجد ديلان عرضه هو إمام الله المساجد في تحيس ليش أه ومت ما دين هو دين بأبوك سن الله لكن هبار كي ضط المسلمين تاو عبادة أبو سجين أيو يوم بدأ مكان كرا أه استهزاء من ربي ربي يسوع جس جس يمشي دم داف كلو سؤال لها إلهي نوع عدل لو سؤال لها أيو إلهي نوع عصير سؤال والجسجس إلهي يقول جسجس يا رب أهرين خدر أول أهرين تاس عليس كيدي لها قال يرى هلس كي لاليو رمضان كهالة هالة دكتون هذا وفكي بلادة وسؤال مشاهد في السؤال هكو عبادة يستو وفكي إسير هذا نقطة نعلم تدور كي سايس كتشوه بروي سايس كي لدو كذا مرنا هكو عيارة مرنا هكو دو كذا لكن هدو مساعدك إلهي ضدكي إلهي ضدكي سوء إن هذا النبي قال سيد ونوع أدم صديق إلى يدك سنا النبي قال سيد بأرهام ضد عيالنا مصلين أو دكان يئن على التاي أدي ودم بانتا أدي ودم بانتا أيضا رمضان كدارا كل رمضان من غير مساعد ويركوب الثاني أيضا رمضان كدارا هذا قبل رمضان أي واحد عالي استنى من غير إن أي مركي الصلاة دل جلو عشاء بدال التوبة حان وكاي ولا يدريش ولد الله salaad ma kor sabki galay dadku waa weyn xawaaqay la qayaan markii sabki salaad la galo dadkii ilaahay ka cabsana ilaahay qaabilan bilaal baa sheedaa ku kacay halkaan tan weeyay waxa ka adag yahay markaa arin aad u badan weeyay markaas dadkii dumarkii meesha gadaalay ku bukanay oo ka shaqtay waxa ay waa ku kan weynab waxa ka dhacay afkooda iyo adinkooda iyo tooriyada iyo dagaalka iyo habraacyada walaalayaal aan ka digtoonaan oo ilmaha dhalinyarada ah waalidkii dhalay baa joogay oo ayagu miir qabaan waxa uu sheegay si gaar ah u waaniyeen ha wacdiyeen ha abhiyeen
هذا هو كيل على كرنا تيس إلى على كرنا مساعد كتجوهي هذا نما نحن سكوت دار منا إلى هذا عادي سنا خد دارنا دار مساعد جوهنا إيه هذا هو غير مساعد جوهنا إلى هذا عادي سنا خد دارنا إلى هنا أقرا رمضان كله يستقبل على أهل ويدي لا يقبل على ويدي قبل أركو إلى يقبل ويدي سو مدة سلام كان هلا دعي مسلمين تبع الجيران هلا دعي إلى يديك إلى مقريا إلهي ودي الدمين هيا إنه ديكي سكاد عصده إلهي ضد المسلمين تأسرف كودي سوعليه إلهي إنه ضاع عليه سنة قاعد بلو إلهي إنه مكرسيه ثم هذا إلهي نقاعد بلو إلهي نقاعد بلو.